من إبليس في نار جهنم. التفت له لا، أشد عقوبة من إبليس. رجع الروايات، وكان ذلك عن تصميم أن يؤمر بقتل الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. تشوف فداحة المسألة، يعني حسين عليه السلام جاء إلى مكة المكرمة في رجب، وكانت كتب أهل الكوفة تترى إليه، ولكنه كان لا يستجيب. متى استجاب؟ عندما بلغ بنو أمية أوج انحطاطهم. يعني كلنا مد هؤلاء وهؤلاء، كلنا مد هؤلاء، يعطي مجال لهؤلاء يريدون الانحطاط، يعطيهم مجال. من يريد ماذا؟ العلو والتكامل، يعطيه المجال. فوصلوا إلى أبعد نقطة، خلاص سفك الدم الحرام في البيت الحرام. حسين سلام الله عليه بأبي وأمي جاء إلى مكة المكرمة وأراد أن يفجر ثورته في الحج، تفجير الإعلامي، وكان يعلم هذا تخطيط حنكة حسينية معصومية فائقة. وإذا قد وصل إلى الحسين عليه السلام خبر بأن يزيد قد بعث 30 شيطانا يغتالونه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، هنا حول الحسين عليه السلام وأراد أن يخرج حفاظا على حرمة البيت الحرام ولعدة أمور أخرى. يقول التستري: فنصب للحسين منبر، وارتقى الحسين المنبر، واشرأبت أعناق الحجيج. أي خطبة يريد أن يلقي علينا أمير الحاج؟ خطبة في أسرار الحاج، في أحكام الحج، وإذا به ينعى نفسه. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. وأخذ يطوف الحسين بأبي وأمي طواف مودع. يقول التستري: وإن أحل من إحرام الحاج، وإلا أنه أحرم لحج الشهادة الأكبر. لبيك اللهم لبيك، أحرم حجي أحرم نحري بذبحه لك لبيك، أحرم صدري بتكسيري تحت حوافر الخيل، أحرمت رجالي بذبحها، أحرمت أطفالي بسحقها، أحرمت نسائي بسبيا من بلد إلى بلد. كأنما لسان كربلاء: يا كعبة، حج الحسين هذا العام عندي وليس عندك، انتين عندك بيت واني عندي قبور، موقفك تاسع موقفي عاشر بعاشر، انتين عندش بالدعاء ضجة وصيحة، وعندي صوايح زلزلة أرض الفسيحة، شبان شافتهم حرايرهم ذبيحة، وظلت على فراق الحبايب ناص بدو، وإن كان يا الكعبة تقوليها السعادة، نلت الفخر بالمرتضى يوم
وني بذبحت أولاده وكل يوم يجين المرتضى لأولاده يزول وإن كان عندك حجار يستلمونه الناس عندي قبر الحسين والأكبر وعب وشبل الحسن الما حصل عرسه بالأعراس عندي مدافنهم وأرضي بيت معمور وإن كان حجاجك يطلعوا بالسلامة أنا الضعين طلعت بس نسوة ويتامة وجاء العباس إلى أخته زينب أخي زينب أما علمتي لقد أحل أخونا الحسين من إحرامه لماذا لا يأمن على نفسه إذ بعث يزيد 30 شيطانا يغتالونه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة التفتت زينب وإذا بالحسين قد جاء وقد لبس المخيط طاف وسعى بالبيت محمود المعاني وحل من حرام وزلزل الركن اليماني وزينب تنادي بو علي هياج احزاني نازع حرامك والخلق كلهم محرمي قالها نزعت حرام حجي دون الاسلام حجي ما هو فيها الارض يا بنت الاكرم حجي بوادي كربلاء مذخور قدام وما الاضاحي هل شبول الهاشمي هل فتية اللي واقفة ذول الضحايا بوقف على اجسادهم صرعى ومايا وجنب النهر بضحي بشايل بعد في ضحية أكبر من ذلك أخي زينب ضحية أعظم من العباس والأكبر والقاسم ما هي الضحية الكبرى أبا عبد الله وتحليق راسي دون هالعالم يا حرة شمر الخنا بالسيف حزن حري وهبرة يصعد على صدري وانا بحرت وخرجت ضعينة الحسين مبرقعة بالسوال بأبي وأمي والوفود تتقاطر أحد ولدي عبد الله بن جعفر قال له أبتاه الضعائن تدخل إلى مكة وضعينة واحدة خارجة قال أنت مشتبه بني حقق النظر قال والله إنها خارجة وإذا يتغير لون عبد الله بن جعفر قال بني صف لي هذه الضعينة قال أعلامها علوية شمائلها هاشمية هالسايرين بهالضعينة وين يردون اليوم ثامن وين مقصدهم يحجون هذا أمر ما كان في العالم وليكون من أرض مكة اليوم ما تمشي ضعينة شبيت يا ابني في ضميري حزن كامن ما قد سمعنا بضعن يطلع يوم ثامن معلوم صاحب هالضعن ما هو مامن احتضن الحسين إلى أي سيدي والناس قد جاءوا ليحجوا بحجك قال يا ابن العم إلى الحج الأكبر إلى حج يحفظ لك هذه المناسك أبا عبد الله أحج في غير مكة؟ قال
على بلا في أرض يقال لها كربلاء. أي يوم سيدي؟ قال في يوم العاشر من المحرم. صف لي بعض المناسك أبا عبد الله. لا تشوف شلون هرول من يناديني شباب وابتدي بالتلبية والسعي ما بين الأطناب. ساعة يم المشرعة وانظر قمر عدنان غاب، وساعة وسط المعركة للولد أرفع جثته. وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر، تنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر. اظل مرمي على الثرى ويصعد على الصدر. قال لي من رأيت الكون متبدل بحمره، قول العزيز حسين داس الشمر صدره، وقول العزيز حسين حز الشمور. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخيه والتسعة المعصومين بني. فرج عنا يا الله، شافي مرضانا، داوي جرحانا، فك أسرانا، رد غرباءنا، ارجع مسافرينا، أهلك ظالمينا، ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، لا سيما العلماء والشهداء وخدام الحسين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.